fẹ́tí ti já ni. Ahlan wa sahlan bi tabibi lidayina kanzil haqaiqi markazil irfani. Ya marhaban, ya marhaban, ya marhaban. بطبيب كنز العقائق مركز الشيخ إبراهيم بار حقيقة تود رحيم مكمل الإيمان. إبراهيم بار شريعة ضوض قد صافغ المخطار حقا لا مرا لذوي البصيرة يقظة في الأمن وغوص الفائزين ممدهم ووسيلة العظمى إلى المنان. هو غوص الفائزين ممدهم ووسيلة العظمى إلى المنان. متفنن ذو العلم والأنوار كتب الشريعة نائب العدنان. كاف اليتامى ملجأ الفقراء بل سفن النجاة لربنا الرحمن. هاب النسيم بفيض كتب حقيقة شرقا وغربا بسهبه اللمعان. هاب النسيم بفيض كتب حقيقة شرقا وغربا بسبحه اللعمان. متورئ ذو الكشف والأسرار طلو المهيا جوار المقنون. أهل الهجاز مددنا للعناك لما رغت بهيكل الرحمن. لما رغت بهيكل الرب الهجاز مددنا للعناك لما رغت بهيكل الرباني. طوبى لآل نيجيريا فضلاؤهم أمنوا به حقا بلا جهلان. أهلكما شيخيارهم نالوا به فازوا بفائدة في الغديان. أهل فرنسا شجاعهم فرسانهم قاموا بنصرة قاتل طغيان. وتلاشت الأنوار عند ظهوره لم يبق إلا نور الرباني. قد غاب كل النور إلا نوره نور مبين أنجل الكمرين. من سره يسر الإله بسره بسرنا ننجي العباد عن الردى وهواني.
من سري يسر الإله بسرنا ننجي العباد عن الردى وهواني إن تركنوا لحاسده تمسكم نار الندامة هكذا الخسران من داس عمره بن علي لا فخر يا صاح بلا بهتان إلي أن وصفه الكتمية عبد الإله وكامل الإنسان ما يدل التي سيد الأقطاب سعد شريعتنا بلا نقران وهو الشمائل لا تعاد آخر رضا وهو الشمائل لا تعاد آخر رضا عبد النقي القلب والجسمان وله السكينة والوقار ذو اتساع وهو له السكينة والوقار ذو التسامح والعياء والرفق للإخوان وله السكينة والوقار ذو التسامح والحياء والرفق للإخوان حب أبي مسافرين يمشي به في الصغر يا صاحب الإنكار في برهامكم رمة من الديان يا فايد الفيضات ثم على جمعية العلماء فيض العرفان حتى إلى جمعية الخدام زد عونا مع المريدين المضيين لهم يا نور السر السر يا رغمان دم يا نور يا نور السر شرفا لشرف لإبراهيم فرد هواني يا نور سر سر يا رحمن دم
شرفا لإبراهيم فرد أواني لله حمدي هكذا شكري له ما دام الأبدان. ثم تم القصيدة بالصلاة على النبي والآل وذوي التبيان حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم دائما متواصلا على من سما قدرا على ليلة القدر. يا همة الشيخ أخضري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنزرة Mamimu Jagoramu Remu Shine Limamin Kasa Allah Kara Masalafia Kara Masewan Chure Baya Haka Unanema Izini Namika Gaiswa the Sauran Y the Shake of One and Dead. Wannan rana wani kenan na aihuwan Maulana wa Maulakum Sheikhul Islam Sadatul Anam Ashe Alhaji Ibrahim Nyas yadda Allah ya tabbata gare sa. An haife sa cikin wannan wata na Rajab. Wannan wata yana da darajoji kwarai. Ana haka Shehu Ibrahim da Allah ya tabbata gare sa, Allah ya kara masa karama. To ina ji yau ne wani aihuwan sa na Rajab. Alhamdulillah bi lisanil martabatil jami'ati lil kamalatil azaliyati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin مظهر التجليات الرحمانية وعين الفاتح والحاتم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم. ورضي الله عن شيخنا القطب المختوم وحاتم الولاية المحمدية المعلوم أبو العباس أحمد بن محمد التجاني الحسني الإمام الطريقة التجانية ذات الأسرار الربانية والمواهب الإرفانية التي طالما فاز التمسك بها بنيل ما فوق المنية ووفق البغية من الوصول إلى أقصى المقامات العارفين، بل بداية المتمسك بها نهاية الأولياء الواصلين بقوة مدد ممدهم الذي هو ممد العارفين ولا أقتاب ما عدا الأصحاب خير الشيوخ الدهر بالإتلاك إمامنا التجاني ذو الأخلاك برزه كل عارف وأص لهم وينبوء وهو شمس وخير كل الطرق بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع. ناجي الحمد لله منا غودي والله سبحانه وتعالى ga wannan rana mai albarka. Rana wannan ke mai daraja, so da an haife
mai daraja shine maulamu Ashi Alhaji Ibrahim Manjansa da Allah ya tabbata gare sa wa radiyallahu an shayhina yadda Allah ya tabbata ga shehunmu shine al-Qutubul Maktum shine kutubi wanda yake Allah subhanahu wataala ya boye darajansa ba wanda ya san shi face shi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibn baba yake ban sai na ci muna مقامه المقتوم عن كل الوراء سوى النبي ما وراءه ورا يچه مقام شيو تجاني مقام ني دكي يا اويا غبن دك جاني محمد شي يسن درجه شيو تجاني ما وراءه ورا باب ون مقامي ا غبن شيو تجاني بان هكا Mawlanmu Ashi Ahmad Tijjani Allah ya ƙara masa karama dari kansa shine Shehu Ibrahim ke yabo a cikin ruhul adabi yake ce muna khairu shuyukh ad-dahr bil itlaq yace fiyayen shehunnan tsawon zamani ko fiyayen shehunnan zamani bili itlaki sake ba kaidi ba kayyade wani zamani ba imamuna shine jagoran mu at-tijani shine shehu tijani zul ahlaki maboci tadodi barzau kullu arifi da tsiya kenan na dukkanin arifi masanin Allah wa dalika shehu tijani dalika na shehu tijani asasul lahum ay usul lahum asali ne lahum ga dukkanin dariku baki daya